فينا مرة ثانية، وهيك بنكون وصلنا لفقرة النشاط والحيوية واللياقة مع مدربتنا رانيا الحاجبي، راح تحكي لنا عن الجزء العلوي للجسم. مرحبا، كيفكم؟ أنا كوتش رانيا من بيلا جيم. اليوم راح تكون حصتنا كثير مميزة، وراح نحكي كثير عن التكنيكس لتمارين الجزء العلوي من الجسم. راح نشتغل على عضلات كثير حتساعدكم في تشكيل هاي المنطقة كاملة، الإيدين، الكتاف، الظهر. وبس أول شيء قبل ما نبلش بدنا نبلش تمارين الإحماء. الإحماء كثير مهم ليرفع نبض القلب كمان، علشان يساعد في تليين المفاصل الجسم وتنشيط البناء العضلي. كثير مهم كمان علشان تعطينا العضلات التمرين بشكل سليم، لازم نعمل جزء الإحماء. بنبلش صبايا، كيفك وفاء؟ كيفك أسيل؟ شو أخباركم؟ March 2 3 4 step touch 1 2 3 4 ED 1 twist 2 3 4 نعملها مرتين 1 2 1 2 again 1 2 back 2 نبلش في step باليمين. لازم دائما اكون متاكده اني انا بحرك ايدي لما انا بشتغل مع الرجلين. بنعملها 7 8 نبلش شمال صبايا 1 علشان اساعد برفع نبضات القلب 2 3 4 5 6 7 8 وحدة يمين 1 وحدة شمال 2 3 4. هلا بدنا نعملها مع لفه صغيره 1 2 3 4 5 6 7 8. بدي اروح خطوتين على اليمين دبل ستيب. اول ما ابلش اذا انا بحس انه في مشكله لما انا بحرك ايدي مع رجلي، بقدر احط ايدي على خصري بعدين ابلش احرك الايدين. جريب فاين ليديز 1 2 3 4 5 6 7. لازم اتاكد انه ظهري مستقيم. 8 نروح على الشمال. جريب فاين، جريب فاين ليفت 2 3 4 5 6 7. هلا بدنا ندمجهم. 8 بروح يمين مرة بإجري الشمال في ستيب، برجع على مكاني في ستيب، بروح على الشمال 1 في ستيب رايت في جريب فاين اند ليفت، برجع على اليمين 1. احنا بس بدنا نرفع درجة حرارة الجسم عشان العضلات تعطينا التمرين بشكل سليم ويكون المدى الحركي للمفاصل سليم. مارش، ناخذ الاوزان. لازم دائما نتاكد انه احنا لما ناخذ الاوزان ننزل طريقه السكوات، اخذ الاوزان عشان ما اذي ظهري. بدنا نبلش هلا في عضلات الايدين. بدنا نبلش بعضله ثنائيه الرؤوس وثلاثيه الرؤوس. بدنا نبلش بتمرين اسمه بايسبس كيرل. هلا هذا التمرين من التمارين الكثير مهمه لعضلات الايدين الاماميه، اللي هي بايسبس كيرل للعضله ثنائيه الرؤوس، يعني العضلتين موجودتين في هاي المنطقه. بدي اتاكد فتحة الرجلين، فتحة كتفي، ركبتي متنية، كتافي لورا، ايدي بدهم يكونوا بجانب خصري وكتافي لتحت. بقدر اوقف بهاي الطريقة، بطني مشدود طبعا، تشست اب. بدي ابلش لنص الطريق 1 90 درجة. بدي اتأكد 2 3 نبلش صبايا 4 5 6 ما احرك كتفي 7 8. بدنا نعملها كاملة 1 2. بدي أتأكد 3 إنه لما أنا أوصل تكون المسافة قد قبضت إيدي. هون ما أحاول أوصل لفوق أبداً، لأنه هذا هيك بصير التكنيك غلط، أو إني أبلش أحرك كوعي أثناء التمرين. 4 soft knees please 5 ممتاز 6 لهون 7 8. هلأ بدي أعمل 4 لنص الطريق halfway 2 3 ما احرك كتفي 4 اذا انا كثير كان لفوق فول 1
إذا أنا كنت بقى أحرك كتفي أو حالي لقدام أو بحس المسافة صارت ضيقة كمان 4 هاف واي 1 معناته أنا حامل وزن مش مناسب لإلي أبداً. بدي أخفف الوزن اللي في إيدي 1. إذا بلشت أتحرك هذا بيكون التمرين أو الوزن ما بيعطيني المدى الحركي السليم لإيدي. هلأ بدنا نبلش بتمرين ثاني للعضلة ثلاثية الرؤوس. بدنا نحاول نسكر الرجلين، ركبي بدهم يكونوا متنيين، ظهري بدي أتأكد إنه ما يكون محني، ظهري بده يكون مستقيم، إيدي بدهم يكونوا تقريباً فوق ظهري. بدي أبلش 1 لورا، هذا العضلة ثلاثية الرؤوس، 2 3 4 جريت، 5 كوتش أسير نزل ظهرنا شوي، 6 7 8 تنفيذ التمرين السليم، أخذ خطوتين 1-2 أرجع بالوضعية السالبة على 4 خطوات، 2 بالوضعية الموجبة وبرجع بطيء، 3 برجع بطيء، 4 5 6 7 8 كمان 4 لو سمحتوا، 1 2 3 and 4. هلا بدنا نعمل ستريتش، بدنا نحط الاوزان، لازم اعمل دائما تمارين الاطاله لعضله ثلاثيه الرؤوس. باخذ ايدي على جنب جريت، بعدين برفع ايدي لفوق، هاي الايد اللي احنا عملنا لها ستريتش، بدي اتاكد انها ملامسه لظهري من ورا من هون واشدها بايدي. هاي الطريقه السليمه لاعمل تمرين اطاله لعضله ثلاثيه الرؤوس. الجهه الثانيه بدي احاول انه ايدي تكون مش على الكوع، فوق الكوع بشوي، بعدين اخذها طريقه عموديه شوي على السقف واشدها. للعضلة ثنائية الرؤوس بدي أعمل دوران داخلي لإيدي internal rotation، ما بصير أتحرك دائما، تمارين الإطالة لازم أكون فيها ثابت. هلأ بدنا نرجع ناخذ الأوزان إذا سمحتوا، بدنا نعمل تمارين للكتف العلوي أو الأمامي. هلأ بدنا كتافنا لتكون لتحت، البطن بيكون مشدود، بقدر أعمله أجري لورا أو اجري بجانب بعض، هذا بيختلف من شخص لشخص كيف انت بترتاح اصلا اوريدي. هلا بدنا نعمله سنجل ارم، ايد 1 ارجع شمال 2 3 4 5 6 7 8. خلينا نروح على جنب يمين، 1 2 ما بطلع على مستوى كتفي تماما، 3 لأنه إذا أنا وصلت 4 5 6 7 8 ستوب. هلا إذا أنا حاولت تكون دائما إيدي خط مستقيم مع كتفي مع الوقت، راح أعمل مشاكل في الأربطة اللي موجودة هنا على المفصل الكتف، بحاول إنها تكون لتحت أكثر بمسافة صغيرة علشان ما أأذي أوتار إيدي. نرجع لقدام 1 2 نعمل 4 3 4 بروح على جنب 1 2 3 4 نعملها مرتين. قوة عضلات البطن هي اللي بتساعدني في أداء التمارين دائما. 3 4 بدنا نعمل ستريتش للعضلات الأمامية للكتف والعضلات اللي موجودة في هاي المنطقة الوسطى. إيدي بتكون لورا وبتضلها ثابتة. إذا أنا بدي أعمل لحالي برجع إيدي لورا بكون ثابت. إذا حدا بده يعمل لي إياه بنسميه باسف ستريتش، إنه حدا بيعاوني في تمارين الإطالة، أنا بساعد الشخص اللي قبالي أعمل ستريتش. بقدر آخذها شوي لجوا حسب المدى الحركي عنده اللي موجود في الكتف. هاي بعض من تمارين الجزء العلوي اللي إحنا أعطيناكم إياها اليوم لتقوية هاي المناطق. بدنا نتاكد انه التكنيك تاعنا لازم يكون عالي اثناء ادائها، وان شاء الله احنا نكون وصلنا لكم تمرين بطريقه سليمه. يعطيكم العافيه. يا
يعطيك العافية كوتش رانيا. الموضوع كثير كان حلو، خاصة انه معظم الستات بيعانوا من مشكلة بترهل الجزء العلوي من الجسم، خاصة الايدين. يعني هاي التمرين كثير مفيدة انها تشد الذراعين، خاصة المنطقة اللي بتكون عند معظم الستات بكون فيه عندها ترهل نتيجة قلة اهمالها. خلينا نحكي الرجلين ممكن يكون في عند طريقة المشي او الرياضة ممكن انها تشدهم، بس الجزء العلوي لا، بده تكنيك معين زي ما شرحت لنا الكوتش رانيا. ويعطيك العافية. مشاهدينا مكملين فقراتنا بس بعد الفاصل.